تتواصل فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة خلال الفترة من 13 إلى 17 من أكتوبر 2024. جمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، وذلك لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية. في نسخته السابعة تتواصل فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات أسبوع المياه الأفريقي بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة. في البداية أود أن أهنئ مصر بتنظيم هذا الحدث المزدوج، وهو أسبوع القاهرة للمياه وأسبوع أفريقيا للمياه. وهذا الحدث يجمع مختلف الدول الأفريقية للحديث عن ملف إدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي. لقد أتينا للمشاركة بتحديات مختلفة، ونأمل مع نهاية هذا الحدث أن نصل لتوصيات وحلول. وأيضا وقعنا مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية في ظل العلاقات القوية بين البلدين. التغيرات المناخية أصبحت واقع بنلمسه في العديد من دول العالم، والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة اللي بتشهدها العديد من دول العالم بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية. يمكن لأول مرة بنلحظ الترابط القوي بين التغير المناخي وقطاع المياه. يمكن قبل كده كان الحديث دائما لما بنذكر كلمة التغير المناخي الناس بتتحدث عن ارتفاع درجة الحرارة، ذوبان الجليد في القطبين وخلافه من هذه الظواهر. المؤتمر يناقش 5 موضوعات رئيسية، منها حوكمة المياه المشتركة وإدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، كما يقام على هامش الفعاليات العلمية معرضا لتقديم أحدث البرامج والمنتجات والابتكارات في مجال المياه. معرض أسبوع القاهرة للمياه هي مسابقة بتنتشر علينا عندنا في المدرسة. مسؤولين المسابقات في المدرسة هم بيبدأوا يبعتوا لنا، يقولوا لنا كل واحد عنده مشروع له علاقة بالمياه يبدأ إن هو يشتغل عليه ويبدأ إن هو يشارك بيه، نبدأ إن احنا نقدم عليه ونشارك بيه. فلما بنشارك بنعدي بكذا مرحلة في التصفيات. المعرض فرصة كبيرة جدا، احنا هنا بنشارك للمرة السابعة، وفي تبادل بالنسبة للخبرات مع كبرى الشركات العالمية اللي شغالة في المجال وقطاع المية. وطبعا دايما كل سنه بيبقى فيه تطور وانجازات اكتر في المعرض من حيث العارضين ومن حيث الشركات المشاركه. كان لينا دور فعال في مشاركتنا في اسبوع المياه في دورته المتتاليه على السنين كلها اللي فاتت، وطبعا المشاركه دي مختلفه لان احنا شايفين الحمد لله في مؤتمرات ثقافيه بتتعمل منظمه من وزاره الري ووزاره الزراعه. اسبوع القاهرة السابع للمياه يقدم رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم في مجالات المياه والمناخ، كما يتيح العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.